القديس يوحنا بولس الثاني والبيئة أو الطبيعة. اليوم موضوعنا مع مارك بيروتي بإيكو. صباح الخير مارك. هاي. موضوع كتير حلو. حلو صعب. صعب واحد ما بيفكر فيه. بس بنعرف إنه القديس يوحنا بولس الثاني كان يحب كتير الطبيعة. كان يضل يمشي بالطبيعة وكان صديق للطبيعة. بقى بدنا نحكي عن هول القصص اليوم. مزبوط. انا بتعرف وقتها كنت عم بحضر الحلقه قلت انه شو رح لاقي، انه قد ايه معقول لاقي قصص ايلون جون بول دو عن البيئه والطبيعه وهيك. المشكل هو انه طلع كثير اي قصص، يعني اكيد بفتره كثير كبيره، وكثير صعب كان اختصرهم. يعني انا بدها هي اكثر من حلقه، انا رح جرب قد ما فيي انه نوصل هالافكار المساج اللي كان عم بقوله جون بول دو. حبيت بلش بالاول بصورتين رح نشوف وردة اسمها هي عطوها، يعني حدا عاملها وسماها جون بول دو. يعني هيدي أول وحدة، هي وردة كتير حلوة بيضة عم نشوفها قدامنا، روز يعني. وبعدين كمان في كليماتيس عم نشوفها كمان قدامنا اسمهم جون بول دو. يعني هول موجودين بالسوق، واحد في يشتريهم بلبنان، منهم موجودين عنا بس موجودين بأوروبا بينباعوا هيك. هلا كمان تنبلش نفوت بالموضوع وهيك. في ارتيكل انا كنت عم بقري كثير حبيته، كاتبه اكيد صحافه فرنساوي بتصور، مسمي جون بول دو باب ايكولو، يعني هو كان بابا بيئه. عم بيسال حاله مع انه كان هو كونسيرفاتور معروف عنه على كذا نقطه بالبيئه، كان كثير عنده افكار متطوره جون بول دو. وبهذا الارتيكل بيحكي كثير اشياء حلوه عن جون بول دو. انا حابب بلش بفكره كثير اساسيه، يلي هو مثلا انا وياك فينا ننظر لنقول نعطي رأينا بحياة لشي وهيك. إذا جون بول دو كان بده شي مرة يعطي رأيه في مشكل، لأنه إذا بده يقول رأيه أوقات هو يعني الشخصي رح يلزم كنيسة طويلة عريضة، وفي قصص دوغ ما بيقدر يحكي عنهم. وهذا كان أكبر مشكل هو واجهه بكل مرة كان عم بيحكي فيه عن البيئة. رح قلك ليه، رح نحط أكيد الآية هي من الجناز، يعني من سفر التكوين. مطرح ما بيقوله ما رح نقريها بس رح نحكي عن الفكرة، أنه وقتها الله خلق العالم بعدين خلق الإنسان حطه على رأس كل شيء تاني. يعني من منظار بيئي نحن فينا نقتل السمك، فينا نقتل العصافير، فينا ناكل شو ما بدنا وهيك. اذا جون بول دو بده يجي يقول انه لا مش مزبوط، الانسان منه على راس هذا الشيء، بكون اكيد رح يكون عم بناقض شيء موجود بالعهد القديم، ورح تعمل اكيد مشكل. هو عمليا نقضه بس بطريقه كثير حلوه، وهلا رح نشوف كيف عمل وكيف قدر عمل هذا الشيء. هلا باول تقريبا باول انسيكليك كتبها جون بول دو كان اسمها ريدومتور اومينيس. على فكره اذا الريدومسيون اذا بدنا نترجمها كنسيا هي الفداء، بس اذا ما نترجمها كنسيا بدنا نترجمها بديكسيونير عادي بتكون هي اعاده الكرامه كمان، وكانت كثير حلوه. وهو بقلب هذا الانسيكليك بيحكي كثير بيسيت كثير سانت اوغستان، وبيحكي كثير انه كيف لازم نرجع احنا نعطي كرامه للانسان وهيك. بس كمان بيحكي كثير عن البيئه. واصعب شيء عمله هون هذه الفكره كثير حلوه، كان بيقدر بهذا الكتاب جون بول دو يجي وياخذ تيولوجيا مثلا مسيحيه، راح اخذ كتاب اسمه عم شوف قدامنا هيستوريكال روت اوف اور ايكولوجيكال كرايسيس، يلي هو كتاب كتبه حدا اسمه لين وايت. بهذا الكتاب هو اذا بدك بيفرم المسيحيه هذا الاوتور، وبيعتبر انه الديانه المسيحيه من خلال العلم يلي عملته بسرعه كثير، ومن خلال قد ما راحوا على بلدان كثيره خلوا انه يصير الانسان يستغل البيئه، لانه بيعتبرها انه هي ديانه انثروبولوجيك، يعني حتى الانسان باول مطرح يستفيد. مزبوط. يعني فبهذا الكتاب هو كثير اذا بدك يعني بيحكي كثير اشياء هيك عن الديانه المسيحيه. جون بول دو بالانسيكليك تبعه من دون ما يروح يلسيت ناس ثانيين بيجي بياخذ هذا الكتاب ويلسيت هذا الكتاب، بيقول انه وبجاوب عليه بنقط كثير حلوه، وبقول له مزبوط انت عم تقول هيك بس نحن مش هذا اللي بدنا نقوله. وبيرجع بياخذ سوره الجناز، وبيرجع بيحكي هون اكيد بهذا الموضوع، بيرجع بيقول انه ما لازم نفهم هذا التكست اللي كنا عم نقريه غلط. غلط، يعني ما لازم نفهم انه الانسان هو محطوط على الراس، اذا هو بيستعمل كلمه اكسبلاتور او ديستركتور يعني مدمر. الانسان فيه يعمل كل شيء بس مزبوط. الله عطانا عقل كمان. مزبوط. هذا
هذا اللي بقوله. لك انت سبتيها ديركت لان هو بيقول بقلبه بيستعمل انه لازم الانسان يكون ماتر انتليجنت بيرجع بقول جارديان يعني بيجي بقول انه مش مزبوط انه الله حطنا نحن تندمر حطنا لنكون مثل نعرف نتصرف ذكاء نستعمل راسنا هيدا الشيء الفرق بيننا وبين الحيوان يعني الواحد هيدا اللي كان اصعب شيء عن جون بول دائما يفسر هالفكره بس دائما كان يرجع يقول ما ننسى انه الانسان هو مميز عن كل المخلوقات بس هيدي اساسيه يعني نعم. لانه هيدا اوقات منظر بيئه كثير غلط هلا بيرجع شيء كثير ثاني حلو عمله جون بول دوب كمان من ذات الكتاب يعني اخذ لين وايت ولين وايت كان من بال 71 طرح حكي كثير عن فرانسوا داسيس بطريقه منيحه وهيدا فجون بول دوب بيجي بيعلن بال 79 بيعلن انه سان فرانسوا داسيس رح يكون هو الباترون تبع كل الناس اللي بتشتغل بيئه يعني كثير هيدي الشغله كمان كانت اساسيه عملها جون بول دوب بيجي بحطه لفرانسوا هلا نحن اكيد لازم نعمل حلقات عن فرانسوا والبيئه نبقى لانه يعني من اكثر ناس احترموا البيئه سان فرانسوا داسيس فبيجي وبسميه عمليا جون بول دوب انه هو السان باترون تبع كل الناس تشتغل للبيئة وهذا كمان كان شيء عمله يعني ما راح تخبى ولا أصبعه أخذ شو اقتراح هيدا الكتاب تخيله وإجا حطه عنده بعدين في شغلة كتير أساسية نحن بنحكي كتير هلأ عن الديفلوبمنت ديورابل يعني أو السستينبل ديفلوبمنت بالعربي بنقول التنمية المستدامة هيدا نحن بنسمعهم كتير هلأ حاليا بس صح. بدراسة صغيرة فرجوا أنه بال 79 يعني بس بين 79 و 83 يعني بأربع سنين جون بول دو ذكر كلمة بيئة 28 مرة بكلماته بعدين بين 84 و 88 ذكرها 39 مرة ورجع بعدين بين 89 و 92 ذكرها 65 مرة عم بيزيدوا كده ومن بيقولوا من بعد ال 92 ما في ولا خطاب تقريبا الا ما قطع فيه مساجات بيئيه حكي هيدا كان كمان شيء جديد انه باب عم بيحكي عن البيئة. عن البيئه وعن هيدا وراح اكثر ما هن اذا بتنتبه قبل حكينا عن ديفلوبمون دوراب يعني التنميه المستدامه هو مش هيك سميها ديفلوبمون هيومن اوتنتيك يعني ترجمتي ليها انت قبل يعني التنميه مستدامه بس حقيقيه انسانيه حقيقيه يعني استعمل هيدي الكلمه انه نحن مش بس انه اوكي بنهتم بالبيئه وهيك لازم كمان نخلي الانسان كمان يكون عنده هيدا الفالور هيك ودائما بصور جون بول دو بتشوفه دائما كان بالطبيعه هو صغير في صور كثير حلوه عنه بالطبيعه وانا من احلى افكار حبيتها انا عم بقرا هن هالقصص يعني بيقولوا انه جون بول دو كان انفيرونمنتاليزم يعني كان عنده الانفايرمنت بالاول ما كان ولا شوي ايكوسنتريزم يعني الشيء اللي بسموه بالانجليزي ديب ايكولوجي يعني لإله مش مزبوط انه البكتيريا والحوت والانسان بذات المرتبه مش مزبوط الانسان هو اكيد بمرتبه اولى بس بده يعيش بتناسق مع البقيه يعني هو منه ايكوسنتريك بده يحترمهم كمان ايه بده يحترمهم بس مش انه كمان نحن مثل الكل يعني هيدي كانت اساسيه بالعنده انا دائما الانسان بيجي اول شيء بس مثل ما حكينا ماتر انتليجنت يعني أكيد كان دائما وضحها يعني الله عطانا عقل تنعرف نتصرف مزبوط لانه في كثير يعني نظريات بيئيه كثير متطرفه نوك هيدا اكيد هو ما كان تنتعلم اهم شيء 100% يعني تنتعلم دائما قصص جديده كمان مزبوط. هيدا الشيء نوك هيدي كمان كانت اساسيه لدرجه انه في حدا كتب مقال اسمه جون بول دو لو فونداتور دو ليكولوجي هيومان يعني قديش حلوه انه ايكولوجي هيومان يعني انه هيدي كمان كانت اكيد فكره كثير حلوه كان يعني هيدي الفكره يعني جون بول دو كان يختصر بهذا الشيء اذا بدك يعني هو اكيد لازم نحترم البيئه لازم نحب البيئه بس مش انه ندمرها ومش انه الانسان مرتبه مثله مثل البقية. الإنسان أكيد المرتبة الأولى بس يحافظ على أكيد البقية وهيك وشي كتير حلو كمان عن جون بول دو وقتها في أكيد يعني في أنسيكليك كان صار له 100 سنة رجع هو وحكى وبهون في عنده خطابات أنا ما رح طول على هذه النقطة رح حط الخطاب الثاني اللي كمله وقالها ببولونيا هون بيجي بيقول ببولونيا كمان بيجي بيحكي أنه الإنسان كمان عنده يعني لازم يعرف يحافظ على البيئة وبيجي بيقول أنه يعني تيحافظ الإنسان على حاله لازم يحافظ على البيئة على البيئة صح مزبوط وهون كمان بيرجع بيستعمل كمان أي قديمة من سفر يشوع أو أوزي كمان ما رح أقريها بس رح نقول شغلة كتير أساسية عنها بيقول أنه إذا منكمل هيك بيستعمل هيدا الآية هي قديمة كتير رح نوصل لفترة مثل يعني عم بيصير هلأ بالفرنساوي كتير حلوة بس رح نقريها بالعربي أنه كل شيء بالأرض رح يزبل الحيوانات رح تموت طيور البرية رح تموت وهيك إذا نحن عن
جد يعني هيدا بدل مهتمينا. وبدل هو شوي على غضب الله لأن ليك الكلمة إن للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. يعني لما نحن ما منكون عم نقدر شو عطانا من نعم مزبوط ومن كل هالأشياء رح يصير في هذا الغضب يعني وهيك. هولي أفكار كبيرة. هلا أنا تقريبا من أحلى أسس قريتها عن جون بول دو هو هيدا اللقاء يلي بدع كل حدا بحب البيئة يحطها على جوجل. اسمها ديكلاراسيون دو فينيز كتير هينة. ديكلاراسيون دو فينيز صارت بال 2002 ب 10 جوان. جون بول دو قعد مع مع البترك بارتولوميوس يلي هو البترك الكنيسة الشرقية قعدوا وعملوا طلعوا هيدا الديكلاراسيون دو فينيز اللي هي بس عن البيئة وبقلبها بيحكي عن قدام مهمة الأرمونية يعني مع التناسق بين الإنسان والبيئة وقدام مهمة الأساس وبيعطي 6 نقط كتير أساسية هون رح نجرب نختصرهم هلأ بالوقت اللي عنا يعني. أول نقطة كتير حلوة بيقول أنه لازم كل إنسان إذا كان صغير أو كبير أو سياسي يتذكر قبل ما ياخد حياة القرار يطلع بالولاد لانه كثير حلوه الفكره كيف بحطوها انه فكره انه حيلا تشويس انت عم تعمليه حيأثر على اولادك وعلى اولاد اللي بعدين جايين. يعني الفكره انه الارض مش لنا لاولادنا ونحن الاكزامبل يعني بدنا نعطيهم المثل الحلو لاولادنا تا هن كمان يرجعوا يعملوا مثلنا او احسن يتطوروا. بس هون ما بيقول لاولادنا بيقول اللي بيقولها حولها بالفرنسيه بونسي او زونفون دو موند يعني بيجي بيقول فكروا باولاد كل العالم يعني هيدي اول نقطه بيحكيها كرمال ليه بدنا نحترم البيئه. ثانية نقطة كمان بيقول انه كمان لازم نحن بكل شيء عم نطلع عليه نطلع على اللي بسميهم الفالور اوثنتيك يعني اللي ساعدينا بالترجمة شو اسمه الحقيقية ايه يعني بس الفالور يعني كل شيء القيم الحقيقية يلي هن بنلاقيهم نحن بالطبيعة وهيدي العلاقة دائما بشخصية الانسان كمان وبكيف يعني بالانسان. وثالث نقطة الأساسية كثير حلوة يلي نستعمل نحن كل شيء اسمه العلم والتكنولوجيا بطريقة ما تكون مدمرة. نعم. يعني هيدا كمان كتير نعم. بيحكي عنا بهذا الكتاب انه نحن مش انه ما نقتل مزبوط وما نستعمل وبيحكي كتير هون اكيد بيرجع يعني بيرجع بيرد على الافورتومان وهيك بيحكي اشياء بس اساسية كانت هون على البيئة انه نحن نفكر انه ما نخلي التكنولوجيا نخلي العلم يصير هو عم سيطر علينا بالعكس نستعملهم لبيئة احسن مش تنغير بالبيئة. هيدي كانت ثالث نقطة. نعم. برابع نقطة انا حبيت احط هيدي الصورة كمان فيها هيدي الصورة كتير بحبها. بيحكي هون على شغلة كتير حلوة يلي هي التواضع بيطلب من الانسان يكون متواضع بالنسبة لشو معناتها ملكية. هيدي الريت بلبنان كتير حلوة اذا نفكر فيها يعني نحن ما عنا احترام للملكية العامة على الطرقات من كب زبالة بالبحر من كب زبالة منعمر عشات هو بيجي بيقول انه كل هالأساس ببيتنا ما منكب لانه لا عنا بس ملكية العامة لغيرنا ما عليه اذا وسخنا هيدا شيء كتير غلط. فهيدا اساسية يعني ليك شو بقول انه لازم نحن نتعلم التواضع بيحكي عن الميليتا يعني وبيرجع كمان بقول كتير مهم نكون سوليدار يعني نشتغل سوا لكل شيء له علاقة اذا بدنا نقول بالخير العام. هيدي الكلمة اللي استعملها هو يعني بيحكي سوليداريتي بالبيان كومان كتير اساسي انه ما بقى هيدا نحن نفكر انه نحن كل شيء بنملكه. هيدي نقطة كتير مهمة بيحكيها جون بول دو. بيرجع كمان حبيت حط هيدي الصورة انا لنفهم بقول كمان انه مش مزبوط انه كل العالم مطلوب منهم ذات الشيء لان ما فيك تطلب من غني وواحد بيملك كثير مصاري وسياسه بيقدر ياخذ قرارات مثل مثلا استاذ جامعه او مثل شخص عادي ببيته. يعني كل واحد عنده هون تعرف الوزنات يلي بنحكى عنها بالانجيل. صح. كمان بيرجع بقول انه لازم نتطلع على التنوع وكل واحد يفهم هو شو مطلوب منه هيدا كثير اساسي بقول ويساعد الثاني بس نرجع نحن عم نحكي عن البيئه لانه هون عم نحكي عن البيئه يعني ما فيك مثلا واحد عايش ب بأسر بالبرازيل ما فيك تجي تقلي له انه بدك تنتبه على السوري يعني على المجرير وعلى البيئه وما تكب المي بالوقت يلي عم بشوف شو عم بصير حده. يعني اذا بتشوف الصوره اللي حطيناها قبل قديش مهمه يعني لهيدا ليك الصوره قديش معبره يعني الفقراء هون وليك هون كيف عايشين مش نحن بنقول من الكل بدنا نطلب زيت شيء وهون كمان. صح. بيجي بيقول انه شغله كثير اساسيه. وسادس نقطه الاخيره بهذا الكتاب بيقول انه لازم يكون عندنا ابروش مسالمه بكل شيء له علاقة بالبيئة. يعني ما نكون متعصبين بيئيا كيف ما كان نكون عن جد مسالمين نسمع بعض نحن عم نحكي بيئة لأنه في كتير أوقات تعرف هيك حكي أنه أنت مش هيك وأنا مش هيك وأنت سيارتك كبيرة وأنت بتقوس وتتصيد هيك هذا هون بيجي بيقول أنه بكل شيء له علاقة بالبيئة نحترم لازم نكون مسالمين يعني بيقول أنه لازم يكون عندنا أبروش باسيفيك يعني كل نحن دائما عم نحكي بيرجع بيقول لهم بهالطريقة لازم تفكروا أكيد
بولادكم اكيد هلا في كثير اشياء دينيه بالحكي اللي كانوا بيحكيون، بس هول الست نقاط يلي طلعوا من ديكلاراسيون دو فينيس عن جد لريت الكل بيقروا. هلا اللي بدي اعملها جوجل سيرش كثير حلوه، هي ببعث لك اياها اذا بدك. كثير حلوه. هلا هول او جنرال، بعدين انا اخذت كمان بعد الخطابات من جون بول دو اخذت منهم جمله او كوت يعني هيك حلو منهم. اول كوت حبيت حطه، حطيت صوره حديثه بيفور اند افتر، بلكي رح يزعلوا مني بعد العالم انه نقيت هالصوره، بس ليش؟ لانه انا بحس انه اذا نحن انه عندنا جريمه كبيره بلبنان انه ما بنعرف نحافظ على جبل حديثه. اكيد. وكون جون بول دو بيجي عم بقول انه الارض ما رح تقدر عن جد تلحق علينا الا اذا كان ليك شو حلوه الكلمه فيسفول ستيوردشيب، يعني انه نحن اكيد مسؤولين على الارض بس ما نكون بطريقه فيها ايمان، بطريقه هيك حضاريه. ما فينا نجي نقول ليك دي الكلمه حلوه، انه نحن بنحب الارض بنفس الوقت عم ندمر كل شيء للجنراسيون الجايين من بعدها، يعني هذا بيجي بقول لهم فيكم تقولوا بدل ما نحلي الطبيعه والارض وكل شيء للجنراسيون اللي جايه عم ندمرها. ليك رح نقريها بس هيك لانه حلوه كثير. ثاني بارت يعني وي كانت سي وي لاف ذا لاند اند ذن تيك ستيبس تو ديستروي ات فور يوز باي فيوتشر جنريشنز، يعني ليك قد ايه حلوه. ما فيك تقول بحب وبعدين انت كل شيء عم تعمليه عم تدمري، مثل اكيد بهيدي الصوره. صح. هيدي وحده من الكوتس اللي جون بول دو اكيد قالها. كمان بيجي بيقول هون بتعرف نحن عم نحكي كنا عن الانسان، ليك هيدي الصوره يعني عندك التلوث، عندك الحيوان عم بياكل زباله، بيجي بيقول كيف نحن بدنا نجي نقول انه نحن بندافع عن البيئه ونفس الوقت ما بنعمل شيء تنحمي هل يعني كل هالمخلوقات، يعني كمان الكرياسيون مضبوط يلي هن محطوطين معنا، يعني مش انه لوحدهم، يعني ما بنعمل شيء نحن اكيد تنحميها. هيدا كمان شغله كثير حلوه لجون بول دو، ومن احلى افكار له هو بيقول انه لازم نطلع Nature is our sister. مضبوط، كثير حلوه اذا بتطلعي على التكست لانه هو حكيها كذا مره. هيدا قالها بال 2000 اخذ هو ديبسوم من اكيد من العهد القديم وهيك بقلبهم بيحكي قد ايه حلو الواحد لما يطلع على الطبيعه مثل اخته، يعني بيجي بيقول لك انه تطلع على الشمس كيف الريوم بيوصلوا لك، ما في صوت بس بتشوفيها بتحسي فيها. واحد بيحب خيه واخته، يعني نحب الطبيعه هيك نطلع بشكل حلو. صح. ونحب اكيد انه بس هلا احنا عم نقولهم بسرعه، بس شوفي هو قديش اصلا بس تطلع على الشمس او تطلع مثلا على غياب الشمس وهيك ما بتقول سبحان الله شو هالجمال، انه شيء كثير حلو اصلا. صح. وبهيدا اللي عم تقولي بيجي بكذا خطاب بيحكي عن الشيء اللي نحن هلا بندرسه كثير اللي هي البايودايفرسيتي، التنوع البيولوجي، يعني بيجي بيقول انه التنوع البيولوجي وبيعطي اكزامبلات عن شو عم بيصير بالامازون. جون بول دو ذاكر امازون مدري كم مره بخطابه. نعم. وانا حبيت حط هيدي الصوره عن نبته بلبنان اسمها ايريس سادرتي، ما في منها بالعالم غير عنا. نحن اكيد اوقات عم ندمرها، بيجي بيقول انه نحن من دون ما ندمرهم لازم نكون نحن المخلوق اذا بنقول اللي بيحكي باسم كل المخلوقات البقيه مش ندمرهم، يعني بيعطي هيدا السبوكس بيرسون لكل المخلوقات، هيدا لازم يكون دوره للانسان حسب جون بول دو، مش مدمر لهم، يعني هيدا اكيد شغله اساسيه. بيرجع بيقول انه ليك شو حلوه هالفكره الاولاد رسمينهم ايه بس فاسون نايم. صح. بس تننهي فيها بيقول انه الانسان لازم يكون هو مثل حدا وكيل من الله تيكون تيهتم بالارض، مش انه هو الارض هي تحت اذا بنقول الرحمه تبعه وتحت. بعد في كثير قصص يعني عن شوف قد ايه بيحكي عن دور النساء كمان بالبيئه، وبيحكي عن الزراعه وبيسمي نباتات، يعني في كثير يعني اشياء عن جون بول دو والبيئه والطبيعه. حلقه بتاخذ العقل. ميرسي مارك، ما كنا بنعرفهم هول القصص يعني. معليه بس المساج وصل. ثانك يو. بنرجع بنشوفك نهار الاربعاء ان الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع.